بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله.